تحذيرات دولية من السفر إلى لبنان. دفعت السفارات إلى تجديد تحذير رعاياها من القدوم إلى لبنان، وبعض هذه التحذيرات يعود تاريخه إلى 8 أشهر، وبعضها الآخر أعيد تفعيله. جددت السفارة الأمريكية في بيروت تحذيرها المواطنين الأمريكيين من السفر إلى لبنان، وطالبت بعدم التوجه إلى جنوب البلاد أو منطقة الحدود اللبنانية السورية أو مخيمات اللاجئين، كما أنه وللمرة الأولى طلب من السفيرة الأمريكية في لبنان إلغاء إجازتها المقبلة نظرا للمخاوف من التصعيد والحاجة المحتملة لإجلاء المواطنين الأمريكيين. وبعدما تم تداول عبر المواقع الإعلامية أن السفارة الروسية في بيروت أوصت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد، قال السفير الروسي ألكسندر روداكوف في اتصال مع الجديد: لم نصدر بيانا جديدا، بل هي نسخة قديمة ما زالت مستمرة حتى اليوم. نحن يعني ما صدرناش ولا بيان ولا شيء، هذا النسيخ موجود يعني مستمر دائم يعني من بداية المشاكل في جنوب لبنان. لا تأتي إلى لبنان مواطنين الروس، هناك يعني حاجة ضرورية أو ملزمة يعني زيارة لبنان، اللي وضع أمنية سيء لهذا السبب يعني أنتم لا تأتي. بعد الانتهاء وبعد التسوية في جنوب لبنان وفي قطاع غزة لكل اللي يعني تفضلوا احنا نصحنا يعني ما في معنى يعني مش المغادرة لم تأتي إلى لبنان. ماذا عن الموجودين في لبنان أصلا؟ إذا ناس خايفين عن التصعيد الواضع وتوسيط الحرب، يعني حاليا موجود الإمكانيات لمغادرة. الخارجية الألمانية من جهتها دعت رعاياها إلى المغادرة بشكل عاجل بسبب الوضع المتوتر على الحدود، واللافت أن طلب ألمانيا يأتي بعد 24 ساعة من زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية إلى بيروت، وأبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن لا أجواء حرب في إسرائيل. وفيما تؤكد السفارة الكندية أنها لم تصدر أي بيان حديث، لفتت وزيرة الخارجية الكندية إلى أن الوقت قد حان لمغادرة الكنديين لبنان بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، كما حثت وزارة الخارجية الهولندية مواطنيها على مغادرة لبنان. ووجهت وزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية يوم الأحد أول نداء من دولة أوروبية إلى مواطنيها لمغادرة لبنان على خلفية التصعيد ذاته، كما دعت الخارجية البريطانية مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان وشجعت رعاياها على المغادرة فورا. وكان المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قد عبر عن قلقه المتزايد إزاء تدهور الوضع في جنوب لبنان، ليصبح عدد السفارات التي دعت رعاياها إلى عدم السفر إلى لبنان 8 إذا أضفنا الكويت البلد العربي الوحيد.